ما خصنيش نهائيا نبدا او نبان بانني خايف. نحيد الخوف، ندرب في الدار، نسد عليا في شي بيت وندرب على ديك اللحظه ديال الشفاوي فيها نفس في ساعه 40 دقيقه حتى ساعه كاع ندرب عليها. نبدا نجلس انا بحال هكا وكنتصور كاين واحد ثلاثه المفتشين قدامي ولا اربعه وكيسولوني وكذا، وندرب على كيفاش نحرك يدي وكيفاش نهضر بطلاقه وكيفاش ابتسامه ونهضر بابتسامه، نعم بانني راه فرحان راه ما خلعينيش. الا بينتي لهم بانك مخلوع مزير ماشي اولا غادي توتر ما غاديش تركز، هذوك المعلومات اللي عندك غيمشيو ليك، غادي تولي تطلب عيمتى تخرج. التوتر واخا يكون في الاول ماشي مشكل، غير تجاوز ما يبقاش عادي، غير تجاوز نعم راه عادي راه اي واحد كيشوف الاول راه ضروري غادي تبداك شويه شويه تكسب الثقه شويه. كندخل شوف دي معايا المحفظه ديالي، دي معايا المحفظه ديالي فيها جميع الشهادات اللي ممكن نذكرها ياك، فيها لي ماركور هادو، فيها لي ماركور، فيها لي مساحه، فيها الطباشير الوزراء احسن بلاش بلاش، لان الوزراء كاين اللي كيقول لك بحال هكا تقول لهم صافي انا راه وليت استاذ عندي هكا دابا هي ما تخدمش بها اصلا، انت ما كنخدموش بها جاي مزروب. لبس لباس، لبس لباس عادي، لباس ديال الاستاذ ماشي ثاني لباس ديال العريس اللي كيجي لابس القميجه بيضاء وكرافطه وقلتي جيب بحال الا ولا جلاب وطاقيه حمراء عادي، قميجه عاديه، قميجه قديمه شي اوفيست. دابا الكوستيم استاذ ما يمشيش به شي واحد لا، علاش كيقول زعما باش كتحيد ديك النظره العامه تاع طبعا اللباس وداك الشيء كتمشي كتلبس واحد اللباس اللي عام هو من الكوستيم. شوف غير كتلبس شي حاجه عاديه ماشي زعما نمشي نشري غير السيصان واحد اللبسه باقا جديده ونبان نبان حسن منهم ما نبانش ثاني لابس حسن منهم عادي بحال اي استاذ كيما كيما غتخدم نهار تولي استاذ كتلبس داك اللباس عادي اللباس عادي تقدر تخزيز يقول لك مثلا ما تدخل تماما احنا جايين دابا هز انا المحفظه ديالي دابا يلا داخل مع الباب كندخل ولا كندق بحال هكا السلام عليكم ورحمه الله كندخل كنوقف ما قالوش ليا جلس قال ليش تفضل ونجلس نجلس وندير بحال هكا نجلس بحال هكا كنجلس بحال هكا بحال كيدي بحال هكا وراسي مقاد ماشي داير بحال ولا بحال هكا بحال هكا وفرحان نتصنع الفرح ماشي كنخلطش نعم كنجو راسك نعم نخلط الجو راسي كنجو بابتسامه حيت هما اصلا واحد فيهم فيهم راه كيخنزر فيك هو كيمثل انه يخلعك ولا كيضحك ماشي سهل بزاف. طيب كيبدا النقاش شوف الشفوي اللجنه فاش كتدخل عندهم راه ما كتلقاش عندهم الاسئله هما راه غير جايين خارجين مع الصباح كيترزقوا على الله جايين داخلين حاطين المحفظات ديالهم تما كيتخسلوا تما يمتى يكمل ذاك النهار يمشيو لعند ولادهم قلنا لهم غير حنا اذا انت بامكانك تتحكم في هذاك النقاش، انت ممكن انت اللي تسير هذاك النقاش حيت انت اللي موجد هما راه ما موجدينش ليك. هما شنو عندهم؟ عندهم واحد الورقه انا غنصيفطها لكم البحث ديال الاجازه يستحسن نديه معايا ونراجعو مزيان بعد اللي جات نسولو فيه. نعم واخا ما تقولوش فيه انا نذكرو. شوف نحاول هذاك المجال اللي كان ميل ليه انا نحاول نجرهم ليه يردوني نزرهم تاني يردوني نزرهم تاني. تتخيل شحال ديال الوقت ما بين الكتاب والشفاوي؟ ماشي بزاف بعد الاعلان عن النتائج يومين ثلاث ايام اربع ايام. لا لا في الغالب كتكون اكثر 2017 كانت عن نقول يوم طلع 25 هادشي اللي دايرين ممكن كاين شويه نعم كاين جروب
نعم كيقسموه. شوف طيب اذا انا شي حاجه ما كنفهمش فيها ما نجلسش على راسي الصداع. مثلا انا شخصيا ما عنديش مع الارث، يعني من الحوايج اللي ما واخا انايا ما نقراها ما مرتاحش ليها الارث، اذا ما نذكرش الارث نهائيا. يذكروا لي الارث نبدلها بشي حاجه اخرى، نبدلها انا السؤال ولا نبدا فيه شويه ندخل للسيره النبويه ولا تهنا ولا ندخل للفكر الاسلامي ونبدا نهضر على هادو اللي يعني ينادون بالتجديد في الارث ولا بالمساواه في الارث. انا مشيت للمجتمع وخرجت منه خرج راسي البحث ديالي لا ضبطو مزيان، دائما مربطهم بالبحث ديالي. تذكر شي سؤال كذا، هذه المساله ناقشتها في البحث ديالي كذا، ولكن في نفس الوقت اتحدث بثقه وماشي بتكبر بتواضع. ما تبينش بان راني واعر ثاني بزاف، فهمنا؟ نعم غادي تجبدهم. شنو اخر؟ نكون نسبي. واحد الجزء من الاسئله، حيت هذيك الورقه انا نصيفط لكم ديك الورقه. باش تعرفوا غير علاش كينخطوا. التواصل كيهضروا بالدارجه، نجاوب انا باللغه العربيه. ثم اللغه العربيه ما نجاوبش بديك اللغه العربيه مخلطه بالدارجه. لا نهضر باللغه العربيه السلسه. مثلا نعطيكم مثال، سولوني شي سؤال كنقول اليوم المشكلة هي أن هذا السؤال ونبدا نشكل كل كلمة بوحدها، راه كتبان اليوم قديم، كتبان اليوم بحال شي فقيه ديال شي جامع وغرض ديالو هو يضغط دوك الكلمات. كنهضر سالس، تفضل أستاذ. ساكين نعم، كنهضر مثلا الإشكال الحاصل الآن، الإشكال الحاصل الآن هو أن العديد من المفكرين راه ما شكلتها وحدة فيهم ما شكلتها، ولكن كنهضر سالس وكتسهل عليك انت، لان الا بديتي كتشكل راه ضروري تخطا شي حاجه وكتبين لهم ديالنا معقل ولا بحال شي صحابي كيقدم النصره الاخباريه. نهضر سالس، نهضر بحال كنناقش مع شي حد وندرب في الدار. ندرب شوف انا شخصيا كانت كتكون عندي شي حاجه ولا كنشارك في شي نشاط ولا كنمشي في الطريق كندير نقاش مع راسي. هذا الشيء اللي غنقول كندرب عليه بوحدي، انا كنناقش ونجاوب راسي حتى العبارات اللي غنقول ندرب على مجموعه من العبارات. دوك الاسئله اتمن الاسئله ديال اللجنه، كنعطيها قيمه. سؤال داز نحاول نربط ما بين دوك الاسئله، وهذا السؤال الذي تفضل به الاستاذ هو سؤال عنده علاقه مثلا او مرتبط بالسؤال الذي طرحه الاستاذ من قبل. كنعطي بان كنشعر بان ذاك السؤال اللي عطاه راه مهم وبانني مرتاح انا في ذاك النقاش. نحيد كاع عندنا الفكره انني امتحن، انا نتصور راسي في واحد الجلسه بحال هكا كناقشو صافي، غدوز عاديه وما غتحسش بها واخا تكون حتى ساعتين، ما غاديش تحس بها. راه شوف نمشي بالفكره ديال انني ما غاديش نجاوب على كل شيء. مثلا انا ما ضربش ماشي مشكله هذه، خصك تمشي وعندك فكره ديال انني ما غنجاوبش على كل شيء. اذا الا ما جاوبتش على واحد السؤال كاين اللي غير ما كيجاوبش على السؤال الاول كيتخربق صافي كيمشي ليه كل شيء. تمشي التركيز يمشي كل شيء. ما درتيش التدرج كنت عرفتي وحده تلمذة. ثم شوف الاستفزاز شي حوايج تستفز بها، شحال من واحد كيتقلق وكذا وانا استاذ كيهضر معايا بهذه الطريقه، راه كاينه تما في هذيك النقطه. باش يعطيك النقطه خصك تنجح في هذاك الاختبار، يقول لك انت بعد الهيئه ديالك وقف انت صاحبي كتبان واقيلا يهزك شي تلميذ يلحق من الشرطه.